بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الشيخ به سبحانه والشيخ به في اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام، بسم الله. الشرك ضد التوحيد، وهو عبادة غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة، كالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء وغير ذلك. وهو ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وهو على قسمين: شرك الأصغر على قسمين: شرك ظاهر في الألفاظ، قول لولا الله وأنت، مثل حلف بغير الله، مثل قول ما شاء الله وشئت، ألا وإن كان لم ينوي بقلبه اللفظ، اللفظ هذا شرك، شرك في الألفاظ لا في النيات. والنوع الثاني بالعكس، شرك في النيات لا في الألفاظ، مثل الرياء، الرياء في القلب ولا يظهر، هو شرك أصغر، ألا من يسلم منه إلا من أخلص لله عز وجل بنيته وقصده، ولم يرد مدحا ولا ثناء من الناس، وإنما يريد وجه الله ولا يريد طمعا من مقامع الدنيا، هذا شرك أصغر، وهو شرك خفي، يسمى بالشرك الخفي، لأنه لا يعلمه إلا الله. نعم. ومن الشرك به سبحانه والشرك به في الله، الحلف بغيره. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف تعظيم المحلوف، تعظيم للمحلوف، لا يعظم إلا الله عز وجل. نعم. كما رواه أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وصححه الحاكم وابن حبان. ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قال: ما شاء، قل ما شاء الله وحده. وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف من يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ويقول: والله وحياة فلان، أو يقول: نذرا لله ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك. لا تأتي بالواو، لأن الواو للتشريك والمساواة، لكن تأتي بثم: لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت. إذا جئت بثم صح، لأن ثم للترتيب والتعقيب، أما الواو فهي للتشريك والجمع. هذا وجه كون الواو تختلف عن ثم. نعم. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش. نعم. يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله ندا لله بها، فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء. نعم. صلى الله عليه وسلم. أقارن. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، يعني شريكا. وهناك ألفاظ أفحش من هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة،
قارن نعم فقارن فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت ثم انظر أيهما أفحش. نعم يتبين لك أن قائلها تبين. يتبين لك أن تبين يتبين جواب قارن. نعم يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله ندا لله بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون نعم إذا كان لا يقال للرسول ما شاء الله وشئت فكيف يقال لغير الرسول ما شاء الله وشئت، هذه أشد. نعم بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. نعم رسول ولي إلى رب العالمين، وقد يقال ما شاء الله وشئت لمن هو عدو لرب العالمين، يكون أشد. نعم فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب أو نبي مرسل. العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل، لا يصلح أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة. نعم وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال قد عرف الحق لأهله. نعم أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال أتوب إليك وإلى محمد، بل قال أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، التوبة حق لله عز وجل. نعم فصل وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. هذا النوع الثاني هو الشرك الخفي، الشرك قلنا على قسمين، الشرك الأصغر على قسمين، شرك ظاهر في الألفاظ، والنوع الثاني شرك خفي في القلب ولا يظهر في الألفاظ، وهذا أخطر على الناس، هذا أخطر شيء. نعم وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. هذا خطير جدا. نعم فمن لأن الناس يريدون المدح، يريدون الثناء، يفرحون باللي يمدحهم، وقد يريدون هذا في العبادات فتبطل والعياذ بالله، يريدونه في العبادات من أجل أن يمدحوا فتبطل عباداته، وهو خطير جدا. نعم فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. نعم والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. نعم فصل وإذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به. نعم وإذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق، يعني مشاركة الخالق بشيء من خصائصه أو تشريك غيره معه فيها. نعم حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به. نعم وهذا هو التشبيه في الحقيقة لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه. هذا رد على المعطلة اللي يقولون الشرك هو إثبات الصفات، وهذا من المغالطة، إثبات الصفات لله عز وجل توحيد ليس شركا، لكن هم يسمونه شركا من باب التنفير منه، يقولون أن الصفات تشارك الله في القدم والأزلية يكون هذا شرك. نعم لزعمهم. نعم
هذا هو التشبيه في الحقيقة. يلزم منها تعدد الآلهة، هذا من المغالطة. هذه الصفات ما هي بذوات يتعدد الآلهة فيها، بل هي صفات للخالق. فالخالق وحده بصفاته، وليس هناك موجود بدون صفات، كل موجود لا بد له من صفات. نعم، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هم يفسرون الشرك بغير معنى. نعم، هم يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، ولا يقولون هذا الشرك، يقولون لا، إثبات الصفات هو اللي الشرك. هذا من قلب الحقائق والعياذ بالله. نعم، فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر. نعم، وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. نعم، فالمشرك مشبه تقرب إلى القبور يعتبرونه طاعة وعبادة والعياذ بالله، يعتبرونه طاعة لله وعبادة لله، مع أنه شرك أكبر، لكن هؤلاء يغالطون بالحقائق. نعم، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. نعم، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل عليه وحده. ومن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أفضل من غيره تشبيها بمن له الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره تعالى فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة. ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية. وتفاوت منازل غاية الحب مع غاية الذل يجمع بينهم، ما يحب فقط ولا يذل، ولا يذل فقط ولا يحب، بل يجمع بينهما. فأنت إذا أحببت شيئا ولم تذل له، مثل حبك لوالدتك لأبيك لأصدقائك، هذا حب ليس معه ذل، ليس عبادة، هذا ليس عبادة. وكذلك من ذل لمخلوق ولم يحبه كالذي يخاف من الظلمة والطغاة فيذل لهم لكنه لا يحبهم، هذا ليس شركا. الشرك هو الجمع بين الحب والذل، فمن أحب مخلوقا وذل له فقد أشرك. نعم، هذا تمام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تأتي به شريعة من الشرائع، وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل. ولذلك الشرك أنكرته جميع شرائع الأنبياء، جميع شرائع، كل نبي ينهى عن الشرك لقبحه وشناعته وأنه يتنافى مع حق الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرفت هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به. ومنها التوكل،
فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه به، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطغائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع أعد هذا من أول الكلام. وأما في جانب التشبه به، نعم، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطغائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة. هذا شارك الله في عظمته وكبريائه، هذا شرك. نعم. فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته. نعم. وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. فلذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس، تكبروا في الدنيا وتعاظموا فالله أهانهم، حشرهم على أمثال الذر والعياذ بالله. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ المصور متشبه بالله في الخلق، يصور إنسان ويضع له يدين ورجلين وعينين ووجه وأنف، هذا يحاول التشبه بالله في شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. الخلق من خصائص الله، لا أحد يخلق غير الله، هذا يحاول أنه يوجد صورة تشبه خلق الله عز وجل. ولذلك قال: الذين يضاهئون، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يحاولون يتشبهون. وش مصلحك من هالعمل هذا؟ تتعب نفسك. هو الفتنة في الصور الآن فتنة عظيمة، إذا شفت افتتان الناس فيها عرفت كيد الشيطان، زينها لهم وحثهم عليها. ولذلك كل شيء يحاولون يضعون عليه صورة، وهمهم التصوير في كل شيء، لأن الشيطان يؤزهم ويحثهم على، لأنه يغضب الله عز وجل. ما في داعي لأنك تحاول وضع صورة تشبه خلق الله عز وجل. نعم. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. يعني ما دام أنك صورت هالجسم هذا بكل أعضائه وكل، بقي أنك تضع تنفخ فيه روح، ما تستطيع. أن تستطيع تنحت صورة وتزين صورة، لكن ما تستطيع تنفخ الروح، لأن الروح لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فهو يوم القيامة يؤمر أمر تعجيز وأمر تعذيب أن ينفخ فيها الروح. نعم. تحديا له. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. نعم. والمقصود الذرة صغار النمل، الذرة صغار النمل، والشعيرة معروفة حبة الشعير، يمكن يزين صورة حبة، يزين صورة حبة، لكن ما يضع فيها طعم الحبة وروح الحبة وأنها تنبت تحيا، ما يستطيع يضع هذا فيها، وهي صورة حبة. نعم. لكن الحبة فيها حياة خاصة بها. نعم.
لا ما هي بهذه المقصود، مقصود الذرة ليس ما فيها روح، ذرة الغبار ما فيها روح، مقصود الذرة اللي فيها روح. نعم. والمقصود أن هذا حال من تشبه، ولهم يصورون الذرة اللي هي الغبار، ما يصورونها، يصورون الذرة اللي هي الحيوان حشرة. نعم نعم. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ في العظمة والكبرياء والتكبر وصنعة الصور، كل هذا تشبه بالخالق. نعم. وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده، كذلك من تسمى باسم الله كان يسمي نفسه رب العالمين، أو كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، هذا خاص بالله عز وجل، لفظ الجلالة خاص بالله عز وجل، الرحمن ما أحد يتسمى الرحمن ولا الله ولا رب العالمين، يمكن تقول أنا رب هذه السيارة ورب الدار صاحبها يعني لا بأس، شيء مقيد، أما تقول أنا الرب أنا رب العالمين كما قال فرعون هذا أعظم الشرك. نعم. وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أخنعوا الأسماء شاهن شاه، أي ملك الملوك، لا مالك إلا الله، الله هو ملك الملوك، لا مانع يسمى ملك، لكن أنه يسمى ملك الملوك أو قاضي القضاة هذا لا يجوز. نعم. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاهان شاه، ملك شاهان شاه أي ملك الملوك بلغة العجم. نعم. إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاهان شاه، نعم، ملك الملوك ولا ملك إلا الله. نعم. وفي لفظ أغيظ رجل على الله رجل يسمى بمالك الأملاك، فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. ما يجوز هذا، بعض القضاة هو الله، هنا ما في مانع تقول القاضي قاضي لا بس، أما تقول قاضي القضاة ما يجوز، لكن تقول رئيس القضاة لا بأس، مدير القضاة عمي بأس. نعم. فصل. إذا تبين هذا فهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس. نعم. وظننتم ظن السوء تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء. نعم. أما الظن بالله الخير وتأمل في الله الخير هذا طيب. نعم. كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. الأعراب ما خرجوا مع الرسول في الغزو لأنهم ظنوا أن الرسول يبي يقتل هو اللي معه وأنهم ما يرجعون، هذا ظنوا بالله ظن السوء والعياذ بالله، أنه لا ينصر رسوله ولا ينصر أولياءه، فمن ظن هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء وعليه الوعيد. نعم. وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم. بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم، حيث جحدوا علم الله عز وجل بهم. نعم. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين، دل على أن سوء الظن بالله من أعظم الذنوب، هو أعظم الذنوب. نعم. وكذلك من أشرك به فقد ظن به ظن السوء
نعم. وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم، هذا إنكار، ما هذا الظن الذي ظننتموه برب العالمين حيث دعا عبدتم معه غيره، أساتم الظن بالله عز وجل. نعم، فالشرك سوء ظن بالله أيضا. نعم. أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد نعم. عبدتم غيره. نعم. وما ظنكم به حين عبدتم معه غيره؟ وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى العبودية لغيره؟ يعني المشرك ظن أن الله لا يستجيب له وأن لازم أنه يحط واسطة أو شفيع، هذا أساء الظن بالله عز وجل الذي يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه ويستجيب الدعاء ولا يحتاج إلى واسطة ولا إلى شفيع، ما يحتاج إلى هذا. نعم. فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجها وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم وإلى من يستعطفهم بالشفاعة. نعم، اتخاذ الوسائط والشفعة عند الملوك هذا أمر لا بد منه، إن كنت ما تصل إلى الملك ولا يعرفك الملك أو يعرفك لكن ما يريد أنه يقضي حاجتك إلا بواحد يأثر عليه يستعطفه من خاصته، أما الله جل وعلا فهو منزه عن هذا، منزه عن هذا، فهو أعلم بخلقه وهو أقدر على نفع خلقه وأرحم بخلقه، أرحم بخلقه من الوسائط والشفع. نعم. فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة حاجتهم وضعفهم وعجزهم في أنفسهم وقصور علمهم، فأما القادر بنفسه على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص في حق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن سوء. المشكلة أنهم يعتبرون هذا تعظيم، من تعظيم الله أنك ما تدعوه مباشرة أو تطلب حاجك منه بل تقدم شفيع أو واسطة بينك وبينه من باب التعظيم له بزعمهم، قاسوه على ملوك الدنيا، شبهوه بالمخلوقين والعياذ بالله. نعم. فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص في حق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن سوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر جوازه، وقبحه مستقر في الفطر السليمة فوق كل قبح. يوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل له، ورب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأليه والتذلل والخضوع، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره وأن يشرك بينه وبينه فيه. شرك. وهذا من أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل أنفسكم صلى الله عليه تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقولون إحنا اتخذنا عباد صالحين توسط بهم عند الله، فهم أشركوهم مع الله لأنهم عباد صالحين بزعمه، الله أنكر عليهم قال: هل ترضون أنتم أن مماليككم يكونون شركاء لكم في أموالكم؟ ما ترضون بهذا، فكيف ترضونه لله عز وجل؟ نعم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكا له في رزقه فكيف تجعلون لي في رزقه؟ أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكا له في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا به منفرد وهو الإلهية؟
التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري، ولا عظمني حق عظمتي، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره. قدر الله. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين فما قدر، نقف على فما قدر الله حق قدره.